فيش فريق ضعيف وفريق متواضع وفريق قوي، إذا كل شيء ممكن في كرة القدم. المجموعة اللي فيها منتخبنا مع المنتخب الإنجليزي وسلوفينيا وأيضا الولايات المتحدة، مجموعة بلا شك راح تكون صعبة. المنتخب الإنجليزي منتخب قوي، خاصة في الفترة الأخيرة لما وصل المدرب القدير الإيطالي كابيلو، تغير تماما المنتخب الإنجليزي وأصبح قويا، وشفنا في التصفيات كل المباريات لعبهم وفاز بهم بالأداء وبالنتيجة. الولايات المتحدة منتخب جيد، وشفنا في البطولة تاع الكونفدراسيون أمام المنتخب المصري لما فاز عليه بثلاث أهداف مقابل صفر بالأداء وبالنتيجة. أما بالنسبة للمنتخب السلوفيني، مش منتخب سهل، فاز في تصفيات على المنتخب الروسي، هذا دليل المنتخب السلوفيني قادر يحقق النتائج ويحقق أيضا المفاجأة.